السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ الحين الإجازة إذا جت مثلا في الأربعين العجلونية هل تكون إجازة لكل الكتب اللي فيها أو بس للكتاب هذا؟ ما أعرف صورة الإجازة التي تتكلم عنها. يقول أجازتك بما قرأ علي. والله غريب يعني. تعرف أن كل هذه الأشياء بروكية كذا فقط وليس لها كبير قيمة في العلم. أعزه حقيقة. ولكن هل إذا جيت أبلغه أنا؟ أبلغ بطريقة. والله أنا أتبلغ بالذي حدث بالضبط. قل حصل كذا كذا.